أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام وعادة جديد مع ريكاب سبور. اليوم الكل على الكلاسيكو القمة، المواجهة بين النجم الساحلي ونادي الافريقي المؤجلة من الجولة الرابعة اللي وفات بتعادل 1-1. قراءة في كل مسار في أولمبيسوس اليوم من تحليل فني وتصريحات كيف الموفيولا وتقييم لأداء الحكام نضال الطيف اليوم. بالنسبة للنادي الافريقي تصريحات في اتجاه أنه انتصار وضاع اليوم، النجم الساحلي التصريح في اتجاه انه تعاملنا بالموجود بالافكتيف اللي متوفر اليوم. تو نعملوا قراءه في هذا الكل، بعد شويه زاد يكون معنا نجيب المجريسي، نرجع على كل تطورات واهم اللحظات في هذه المقابله، كيف شوف الماتش، شنو اللي صار في الملعب تحديدا بعد نهايه المقابله. هذا كله اكثر تحدثوا في اليوم مع العميد المحللين والناقد الرياضي القدير نجم الاذاعه في انتظار تلفزه متلفز ما عادش فما عميد هنا. أنا خذوا موقف منك كنوا تلفز أهلا وسهلا أهلا وسهلا، رحبوا بشكري زعلاني اللي عب سابق، أهلا وسهلا المدرب زيد، مرحبا بسير إذا مرحبا بكم. سليم في الخراج، هيثم في الخراج الرقمي، بعد شوي يكون معنا نجيب المجريسي، نرجع على أهم مسار في كلاسيكو النجم الساحلي ونادي الإفريقي. ريكاب سبور حيدر الشرني، ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. 1-1 غيث صغير للنادي الافريقي بعد ساعة من 60 دقيقة يعني، ويوسف العبدلي عدل في دقيقة 84. أكثر تفاصيل ناخذوها من عند نجيب المجريسي، أهلا وسهلا نجيب. مرحبا بك حياة التحيل، تحيل سيدة وشكري لكل اللي يسمعوا فينا. بون اليوم يظل لي مبالغ فيها ياسر، كان تحدثوا على قمة وعلى كلاسيكو وعلى ماتش عادي الحقيقة، خاصة الشوط الأول كان كان باش نتفائلوا نقولوا متوسط، وكان باش نقولوا كيما اللي لازم يتقال نقولوا رديء ولا سيء فنيا على الأقل. نمشي معك أكثر في كلمة رديء. في رديء، رديء على جميع المستويات. معناها كي تشوفوا أول حاجة ساعة، معناها اللي نجموا لحظوا أنه غياب جماهيري، ما فماش حتى تفسير ولا حتى تبرير. خاصة تحكي على ملعب فارغ، تحكي على يمكن 1500 تذكرة تم اقتنائها من جماهير النجم الساحلي، رغم ان نحكيوا على قمه، نحكيوا على مباراه قمه تقليديه، معناها تشد ديما انظار الجماهير الرياضيه. تقريبا في المجمل يمكن نحكيوا بالاشتراكات، بالعباد اللي قصد، بالعباد اللي تدخل بلاش في كل ملعب، بالطبيعه باش تلقى 7000 بتفرج في قمه بصراحه. اللي في شوط مباراة أول كما قلت أنت ما وفيتش بوعودها. بالله نجيب، أنا جايين الأمور الفنية وشنو اللي صار، النقطة هذية أنت قريب وموجود وتقابل كل يوم ناس مستنسة تمشي الملعب، شنو هي الإكسبليكاسيون لأنه صارت في مقابلة الشامبيونز ليج وصارت اليوم زيادة والعدد ضعيف؟ خاصة في مقابلة الشامبيونز ليج، تحكي بالزبط. على مباراة الموسم راهو حيد والله هنا، والله حيد الناس كل كي تسألها تلقى نفس الريبونس، حتى حد ما فاهم علاش تقول لك بالقيدة، حتى التفسير أبدا من عثمان جنيح وأنت هابط. الناس كل تقول لك بلقينا حتى تفسير، خاصة عمني وراك تحكي على ملعب معبي 30,000 في كل مباراة، مباراة من كاردين 30,000، مباراة مستير 30,000، ما نحكيوش على المباريات القمة نتاع الترجي ولا الكلوب ولا سي اس اس. يعني لهنا ما تلقى حتى تفسير، خاصة انه الجمعية مازالت كهزت بطولة، اجواءها باهية، معناها الجماهير منتشية بالبطولة نتاعها. تقريبا تحكي على مباراة سيرتو، نحكي على مباراة الجيش اللي ما فما حتى تفسير، نهار سبت اليوم يمكن تحكي على يوم عمل، تحكي على درجة حرارة قياسية اليوم زاد الحقيقة في سوسة فما 39 درجة، طق ساخن جدا. نجم يمكن تتفاهم شوية الوضع الاقتصادي والعباد رجوع قراية وبرشا أسباب اللي تنجم تبرر الجماهير، خاصة رغم الناس قاعدين نشوفوا كان في ملعب سوسة في كل الملاعب تقريبا ثم عزوف جماهيري على المباريات، لكن كما قلنا تنجم تلقى لهم شوية عذر. أما بصراحة بغياب بدرجة كبيرة، معناه تنجم أنت من 30,000 تنجم تلقى مثلا 15,000، نجم نتفاهم، أما مش راهو تحكي على 1500 تذكرة تم اقتنائها شوية في مباراة قمة كما مباراة نجم ونادي الأفريقي. نمشيو للقمة اللي احنا متفقين ما كانتش قمة اليوم، هي ما كانتش قمة، لكن على الأقل شفنا شوية لعب في الشوط الثاني. الشوط الأول ما نجم نحكي عليه حتى شيء، خاصة أنه يمكن كانت فما كرة وحيدة من كينغسلي دو اللي تسديدته تصدرها علي جمل على مرتين، بعض الفرص
لان جوريدي ساحلي اللي مشاكلتش اختار شوت مباراه ثانيه يمكن اللي سخن شويه اللعبه وحرك شويه اللعبه والهدف اللي جاء في الدقيقه 60 عن طريق غيث صغير بعد عمل جماعي خلى النادي الافريقي يتقدم على اثره في النتيجه. يمكن من وقتها شفنا النجم تحرك لهنا. الحقيقه السؤال اللي الناس كل تطرح فيه علاش الإطار الفني النجم رياضي الساحلي ما يفيق كامل 75 دقيقة وانت طالع، لأنه الإطوال نشوفه في ماتش الجيش تقريبا الإطوال من 70 دقيقة فاقت، رينا وجه جديد للإكيب اليوم كيف كيف الإطوال ما فاقت واستفاقت وما بدأت دور في كرة إلا تقريبا من دقيقة 70 وإلا فوق حتى شوية من دقيقة 70 بعد القيام بالتغييرات اللي هي معناه يمكن الإطار الفني للنجم مازال ما اقتنعش أنه جاك بي وسيدي بي مش في كل مباراة نجم يكونوا مع بعضهم. مباراة اللي فاتت يعني كي خرج سيدي بي وعطي أكثر نفس هجومي بإدخال محمد أمين الجبالي ورقي العواني الجمعية تحركت كيف كيف المباراة هذه كي دخل محمد أمين الجبالي وسام عبيد وخرج سيدي بي تحركت كيف كيف الإطوال وشفناها يعني بعد عمليات متكررة النجم يتمكن أنه يعدل النتيجة برأسية من يوسف العبدلي كانت في الدقيقة 84 كيف كيف زاد النادي الأفريقي اللي حتى بعد الهدف كانت عنده بعض الفرص اللي كان قادر على إثرها أنه أي خاصة مع صعود النجم الساحلي الكلي للهجوم كان النادي الافريقي قريب سيرتو عن طريق بسام الصرارفي ولا كينغس ليدو في عملياتهم الهجوميه. لكن واحد واحد اللي نجم نقول لك عليه هو اللي ريتو على الوجوه زوز فرح زوز فرحهم واضح اللي شفتو على الوجوه النجم يمكن منع من الخساره في سوس بعد الأداء الهزيل والأداء المهزوز. النادي الأفريقي كمان زاد يحسب لك يقول لك كاني اون ديبلاسمون مع ليتوال في سوسة بعد ما بعد خاصتن ديبلاسمون صعيب برشا وبعيد برشا في أثيوبيا ونعرف وتعب وبرشا أمور يقول لك كاني نقطة من سوسة خير من الخسارة أو هذا اللي فهمته واللي شفته يمكن حتى في وجوه المسؤولين أنه زوز فرحانين بنتيجة التعادل حتى الأجواء شفناها طيبة. نقطة وحيدة في الكواليس اللي نجم نحكي عليها أكثر هي غضب عثمان جنايح. تغزر تشوف شخص مع عثمان جنايح يمكن هو الوحيد اللي مؤشرات شفناه حتى قعد يحكي مدة طويلة مع سيف غزال وظاهر حتى من الحركات بتاعه غير راضي بالمرة على أداء الفريق. نحكي أداء خاصة أنه أداء الإطفال الحقيقة ما يطمنش خاصة أن أنت مقبل على مباراة مهمة ومهمة جدا. خلينا نمشي ديريكت للأوبجكتيف متاعنا لأنه اليوم الضغط تحول شوية وذي بش نطرحه على السادة المحلين بعد شوية. اليوم الضغط تحول شوية من سعيد السابي لعماد بن يونس. تحكي معي يا حيدر؟ اي بطبيعه معك انت معنيش غيرك نحكي معاه. لا بعد شويه ذاك المحلل ما نجمش تاخذ بلاصه سيري تنجمش تسبق سيري نعرفك هكا تو اعطيني انت تو يحط شويه بريسيون على عماد بن يونس والستاف نتاعو والنتيجه وخاصه الاداء. هو الاكيد والمؤكد راه النجم الهدف الاساسي نتاعو هو العبور لدور المجموعات. يعني اني لنجم قوله لك في صورة انه عدم المرور الى دور المجموعات ماهوش باش يقعد حتى حد من الاطار الفني. مانيش باش نسلطوا ضغط اما هذه حقيقة. يعني انت فما نتصور اني وقت اللي عثمان جنايح قعد مع عماد بن يونس ولا اي مدرب كان باش يكون في بلاصة عماد بن يونس اول شرط من شروطه هو العبور الى دور المجموعات. يعني اليوم عماد بن يونس مانيش باش نقلوا من العمل نتاعو اللي قاعد يخدم في عمل كبير كل مدرب يغلط لكن هو الاكيد انه العبور الى دور المجموعات هو الهدف الاساسي. في صوره عدم العبور معناها سواء كان عماد او غيره ما نتصورش اللي تعرف اني باش يقعد نحكي على اطار كامل مانيش نحكي على اسم بار. هذا هو. شكرا نجيب المجلس يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. كنت في متابعة لهذا الكلاسيكو. شكرا لك نجيب. شكري ورضا نخمن عندكم التعليق على ما صار في مقابلة اليوم ومن بعد نسمع التصريحات نسمع سيف غزال كيف كيف محمد الحاج علي. رضا بوراوي والله بصراحة يعني شيء دوخ في تونس والله توجه مع الأخرى ربح الجيش الملكي يعني في راني اليوم عمل ماتش نول ما عادش عارف فيراني يلزمنا نفكروا ونحطوا عليه ضغط. هل هذا يعقل؟
يولي راوني انا جو ديفون لونترنور على خاطر راو يا اخي يلعب هو مو يلعب لونترنور يحاول باش يربح يحاول ويخدم مخه باش يهبط لا ميور فورماسيون كوش سوا على سعيد السايبي كوش سوا على حميد بنيون راهو ماهوش معقول تو اليوم ولا يعرف يراني سعيد السايبي وماتش بتاع في اثيوبيا خسر 2-0 ما يعرفش يراني هي ربحت الكلوب افريكا لا سوير تو انا باش نوجهو باش نوجهو لشكري تو شوج ولا شكري خاطر الجوار شنو قعدت حاجه ما عملتهاش انت شكري انا نحب نسالك سؤال شفت اليوم للبافريكان اما صعب الماتش مع ليتوال في سوسه ولا مع الفريق الاثيوبي في اثيوبيا مع ليتوال في سوسه صحيت عليه اليوم لو كومبورتمون دي جوار ماهوش لو كومبورتمون بريسك 90% دي جوار اللي لعبوا ضد الفريق الاثيوبي لعبوا اليوم عليه اليوم تشوف في الكلوب افريكان بوجه اخر علاش على خاطر هذيك اسمها ليتوال نلعب معاه في سوسة يلزمني يكون حاضر ما يلزمنيش نخسر نلعب كونتر الستيون نلعب كونتر الاسبيرانس ولا كونتر الاسبيرانس يلزمني هي كي تلعب مع اثيوبيا علاه وين اللعب نتاع اليوم علاه ما شفناهش الجماعه الاخرى دونك حبيت نقول انا لونترينور يتحمل مسؤوليه في كل ماتش سواء يربح سواء يخسر 20% والملاعب عنده دور خويا راهو بالطبيعه علاش نشوف اليوم في الكلوب افريكان لي جوار خارقين العاده نجم نقول لك انا بهت اليوم في رجال العرفاوي هاي على الماتش اللي عملوا هي شبيه قبل على ماتش يعني نهار لحد الاخر سعيد سايبي ما يعرفش يراني لحد الاخر يعرف عماد بن يونس ربح الجيش الملكي ماتش صعيب وانا زيرو يبو غارونتير او موان ماتش نول على الاقل اللي قلته الكل صحيح لكن في الاخر بالكل المدرب نتائج ما تمشيش النتائج كيكون إيه اي خاطر انا معاك خاطر ما تنجمش ترد 20 جوار لكن حاسب الجوار زاده حاسب جوار بروفيسيونيل يا حيدر باه خلينا نسمعوا راي شكري في هذا بالطبيعة انت قبل كل شيء يظهر لي فما مقابلات تحس انه ملاعبيك يبدا سو بريسيون يعطيك اكثر صحيح سورتو في النادي الافريقي شفنا في الفتره الاخيره وسورتو من العام ناول تبدا ليكيب سو بريسيون دونك الملاعبيه يوليو يعطيو اكثر دونك بتتر صاروا لاشمون صغير ماتش اثيوبيا اللي ما نحبوش نرجعوا له لكن تحس انه الفريق ماهيش نفس لونفي اللي شفناه في مقابله اليوم ماهيش نفس الاجريسيفيتي في الميليو تيران زاد بتتر فما لو شونجمون نتاع طريقه اللعب تاع النادي الافريقي اللي بتتر زاد عاونت برشا ولا شنو الشونجمون اللي صار بين مقابله الذهاب واليوم ضد سيرو لو شونجمون اي سورتو راهو بزوز لاعبين ارتكاز معناتها تحس النادي الافريقي عمل اون تري بون اسيس ديفونسيف سو لو بلان تكتيك براتيكمون شفنا اربعه قدامهم زوز بلاعبيه هذا اليوم تريز اغريسيف هذا اليوم هذا اليوم سورتو احمد خليل والسويس يعطي اكثر ليبرتي للغيث الصغير دونك في صنع اللعب بيان سور زاد لو رول تريز امبورتون اللي كان يحكي عليه سيريدا سورتو نتاع رشيد العرفاوي اليوم قلت لي معناها بون اسيس ديفونسيف وكذا قلت لك ما هي منظومه كامله عندك رشيد العرفاوي في البلان ديفونسيف يرجع في اقل شويه ايدو في برشا مرات كنا نشوفوه هو يرجع هذا ما كانش موجود في اثيوبيا اي بيان سور حتى البلوك راه نتاع النادي الافريقي في مقابله اليوم كان ان بلوك با معناها خير انه يلعب على المرتدات خير انه يلعب لاتاك رابيد ولي كونتر دونك لهنا الى اكسيلي النادي الافريقي هذاك علاش شفنا معناها ان ستيل دو جو ديفيرون او ميم تو معناها وجه افضل النادي الافريقي هذا هو فقط نسمعوا التصريح نتاع المدرب المساعد ونعطيك تعلق علي رضا بوراوي محمد الحاج علي المدرب المساعد في النادي الافريقي يقول انه فريق اليوم كان يستاهل الانتصار على طول المباراة نستحقوا الانتصار نتصور قبل الهدف التعادل تاع النجم معناها ما جاتهم حتى فرصة الماتشات هذوما يلعبوا على ديتاي صغار البونتو نتاع التعادل جاي على اثر تنس اللي حضرناه في التمارين حضرناه بين الشوطين تصور معناها التعب نتاع اخر ماتش قل التركيز قال يوجع اللي حضرناها معناها وصارت فيها فيزيوناج تنس يلعبوها بسرعه صارت في الشوط الاول بين الشوطين حضرناهم تصور معناها التعب كما قلت لك نتاع تركيز ان شاء الله نتعلموا الغلط نتاعنا ونصلحوه الماتش الجاي ان شاء الله كما قلت لك الماتش هذا راهو معناها غير هدف التعادل ما جاتهمش فرص الفيزيك معناها راه ما تنساوش زاد ما عندنا نهارين اللي روحنا كان فواياج تعبنا برشا على المستوى البدني والذهني كيف تعبنا عملنا سيونس برك نتاع اونترينمون الحمد لله معناها في مجريات المباراه عارف كيفاش نتعاملوا معاها كنا نجموا ننتصروا ما جاش الانتصار ان شاء الله في المباراه الجايه نتحسن ان شاء الله محمد الحاج علي المدرب المساعد في النادي الافريقي في حوار مع نجيب نجيسي توافقوا الراي الفريق كان اقرب للانتصار اليوم اكزاكتلي كان ينجم يقتل الماتش كيما كانت ليتوال بعد ليغاليزاسيون على راتي ان بوت ولا دو بوت توفي كانت نجم تربح انا نقول له نين ديتيكتابل خليني نعطيك حاجه على اونترينور اللي هو سعيد سايبي انا جو نديفون با لا بيرسون جو ديفون لونترينور تعرف اللي سعيد سايبي اليوم انا اليوم شفت ماتش نتاع الكلوب افريكان شد معايا شكري خلنا نبداو من مليو التيران احمد خليل حسام السويسي غايث الصغير بسام السرارفي
ايدو رشاد العرفاوي ستة مدعبية دوم من ستة مدعبية فما ان جوار قديم يا احمد خديل تحب نضيف لك حاجة اخرى ليلارتيرو امين الحمروني جديد ايبا وقت اللي ساعتيني ينتي تبارك الله فورماسيون فيها ثمانية منعبية جدد ولا تسعة منعبية جدد جو تروف لا كوليكتيفيتي موجودة ماهيش 90% ولا 100% لكن موجودة راهو فورمي اون ايكيب جديدة الكلها يا اخي بسام الصرافي مازال مسام سيلعب مع ايدو رشاد العرفاوي مسام سيلعب مع بسام الصرافي دونك هنا لو رول دو لونترنور يا جماعة راهو نعطيو حق للمدربين يا جماعة راهو مش مدافع محفوظ مدافع شرس على سعيد سايبي والله ماني ندافع على سعيد سايبي ندافع على المدرب انت بصفة عامة صحيح يا ولدي البشرة هو بشرة ينجم يغلط يا شكري ينجم يغلط ينجم يخطأ في فورمان لكن ما يعملوش متعمد ما فماش فما حتى مدرب يعمل صحيح ما يحبش يخسر المدرب على خاطر بيجي كان في راسه ما فماش مدرب يحب يخسر لكن نحاول لكن زاد الملاعب يا خويا العزيز بطبيعة الحال الملاعب يتحمل جزء كبير زاد من الأخطاء يا خاطر أنا مثلا نختار اون فورماسيون وعندي ثقة في زيريدا أن يكون مثلا ملاعبي في وسط الميدان نجم يكون مش في نهاره دونك بالضبط سي با لو شوا دو لونترينور أنه لعب أي ملاعبي ويخطئ معناها الملاعبي هو ما كانش اون فورم ينجم يغلط معناها حتى الاختيارات تاع المدرب الكل نعطيه حق المدرب على المهنة نتاعو صحيح يغلط لكن شكون يقيم العمل نتاع المدرب يا جوكري؟ باه خلينا نمشيو نقطة أخرى، شفتك عملت جريماس وقت اللي المدرب المساعد قال قبلنا بونتو على اللقطة اللي حضرناها، على عملنا عليها فيزيوناج، على اللي تكلمنا فيها مع الملاعبين. أيوه هنا نحكيو على نحكيو على لقطة هدف المساعد اللي منتوش. لهنا زاد تحس لو مونك دو كونسونتراسيون، لهنا نتفق مع سيريدا أنه أنت مدرب تحمل فيزيوناج وتحضر الملاعبين. On doit faire attention خاطر ليتوال تلعب مثلا كرات تماس بسرعه دونك وتقبل هدف هكاك دونك زيد لهنا فوت كبيره بالنسبه للملاعبين تاع النادي الافريقي اللي كان ينجم يتفاداه نجم تكون 0-0 ويمركوا لك البونتو كيما هذا يمشي فيها ضحيه المدرب هو على الفيزيونومي دو ماتش الكل كلام محمد الحاج علي معناها في جانب من الصحه لانه النادي الافريقي بالمنظومه اللي يلعب بها اليوم بافتتاحه النتيجه وطريقه معناها سورتو كومون ديفوندو الماتش نتاع اليوم ولعب على المرتدات لعب على نقاط القوه نتاعو راهو بعد انا من موسم الفارط كنت نحكي على النادي الافريقي انه لازم ينوع في طريقه اللعب نتاعو ماهوش عيب انك اليوم تلعب افيك ان بلوك با تو ديفون يتلعب على المرتدات ريال مدريد هز الشامبيونات اتلتيكو مدريد هز الشامبيونات بالكونتر اتاك ماهوش عيب خاطر سورتو لا كاليتي جوور اللي عندك هذا هو باه خلينا نمشيو للنجم ساحلي سيف غزال تصريح في دقيقه وخمسه ثواني سته ثواني اسمعوا قداش مره قال كلمه افكتيف وبعد تنستنجو تعاملنا مع الافكتيف اللي عندنا في المقابله هذه والمقابله اللي قبل الشواء اللي موجودين نحاولوا ديما نتعاملوا معاهم وسويفون لادفيرسير كاو اليوم ميتولول حاولنا اون كونسيرف لو بالون نحاولوا نلقاو الفايل قدام البلوك بتاع الكلوب افريكان ما نساوش الكلوب فريق محترم مع الافكتيف اللي موجود عمل بلوك محترم ميتون ثاني على غلطه نتاع بلاسمون مالوريزمون قبلنا بوت ولكن بالرياكسيون باهي نتاع الملاعبيه هنا نزلنا على الكلوب افريكان هنا كري دي زوكازيون واحد منهم سجلنا كنا نجمو حتى نسجلوا الثاني توا لازمنا نطوي صفحه البطوله لعبنا ضد فريق محترم جدا هذه ثاني مقابله في خمس ايام ضد فرق محترمين جدا مع الافكتيف اللي عندهم وديما نقولوا احنا الشواء اللي ناخذوه ديما ناخذوه سويفون لي سيونس دونترمون سويفون لادفيسير اللي تلعبوا شواء تكتيك شواء تكنيك وكل مره نحاولوا نلقاو التوليفه به سيف غزال تصريح نجيب المجلسي اربع مرات استعمل كلمه افكتيف وزادها كلمه توليفه نحاولوا نلقاو التوليفه المناسبه اللي ختم بها التصريح نتاعو هذا تعتبره كانوا تلميح ولا اذا كنت ركز معي نجم يكون تصريح انه اليوم الافكتيف محدود من نوعيا يعني محدود بالنسبه للنجم الساحلي انا اللي فهمته انه براتيكمون نفس الافكتيف اللي تاع النجم الساحلي الموسم الفارط دونك الافكتيف هذا هو بيدو لهز البطوله الموسم الفارط وقلنا حكينا على النجم انه عمل
شماخي مش موجود اليوم، ناقص بوغطاس تضرب نسأل بوغطاس، لكن شماخي موجود في الإفكتيف خاطر اللي طوال عملت ريكروتمون في الانتر سيزون. إيه بالمسائك نزادة بدأ سيزون ما كملهاش لكن الملاعبين الموجودين اللي بدأوا اليوم نحكيوا عليهم سورتو زاد الملاعبين الموجودين على بنك الاحتياط، عندك جسر الخميري، عندك لوي بن حسين، بوزرة، هادي جرتيلة، بونغونغا، كيف كيف الملاعبين هذوم الكل تقريبا موجودين من الموسم الفارط. أنا بتتر نختلف شوية مع سيف، مش الافكتيف لكن بتتر ونقطة حكي عليها نجيب المجلس اللي تريزا بوردون زادة، انك في بعض الاحيان لازمك تبدل، لازمك مش لازم انا كل مقابلة جاكم بي وسيدي بي معنا يلعبوا اليوم، قاع الاختيار انه جاكم بي وسيدي بي يلعب يخرج وسام عبيد، علاش ليه معناها نشوفه ملاعبي واحد، علاش حكيت على النقطة هذه مهمة، لانه النجم الساحلي اليوم في طريقة اللعبة متاعه براتيكمون عنده لا بوسيسيون لعب لا تاك بلاسي، دونك كل مره كنا نشوفه في جاكم بي يتيح التالي، سي دي بي والورتاني كانوا بعاد برشا، دونك المساحه اللي خلاها ملاعبيت نجم الساحلي سورتو ملاعبيت وسط الميدان هي نقطه ضعف كانت بالنسبه للإتوال اليوم. كانت نجم الكلوب سي لا بريسي او كانت نجم تقطع الكره وقتها تنجم تعمل برشا خطر على نجم رادي الساحلي، دونك المشكل الإتوال ما لقاش الحلول خاصه في وسط الميدان، اذا جاكم بي ولا سي دي بي كل مره يجي مع زوز مدافعين يقعد بيناتهم ويحلوا زوز معناها زوز محاور دفاع معناها على الكوتي، دونك المشكل تقعد ديسباس اللي نجم المفروض تلعب عليه هنا فما لو شانجمون لازم يصير خاصه في وسط الميدان اللي باش يعطيك حلول، خلى الإتوال يلعب كرات طويله على العبدلي والا معناها كرات بين الخطوط للعبدلي، لكن المشكل زاد انه لي دو جور دو كولوار خاصه معناها الجزيري ورقي العواني كانوا بعاد على العبدلي وجورات الميليو ما يمشيوش للدوزيام بار. نحب نتفاعل مع شكري اللي قالوا صحيح، لكن اتونسيون شوف الادفيرسير شنو الشيما تكتيك اللي حطوه لك، ils n'ont pas trouvé d'espace là les joueurs باش معناتها يعملوا لاتاك بلاسي ويلقاو لي ما لقاوهاش هنا لو شيما تكتيك اللي حطوا سعيد السايب. وصلت انا نشوف الماتش افيك نوف ديفونسور الكلوب افريكان لعبت اليوم صحيح بطبيعة حاجه اخرى نحب نقول لك عليها، دوما سيف غزالي يقول لك والله نفركس في التوليفه، ما دا سعيد السايب مش ينفركس في التوليفه، سعيد السايب من لعبيه جدد عنده اول مره يجمعوا مع بعضهم اول مره يلعبوا مع بعضهم التوليفة وانت عندك برشا شوا غير التوليفة وانت ما عندكش برشا شوا، واحد واثنين وهذا ايش نسأل عليه هما بيدهم زوج شامبيونان لحظة بارك لا هما بيدهم 90% نتاع اللاعبين نتاع الإتوال باهي هذا قلنا لكن لازم نقراو حساب الادفيرسير خلينا نقدموا يا رضا خلينا نسألوا على حاجة مش على خاطر الإتوال ما ربحتش كلوب افريكان، كلوب افريكان عمل تان شيما باش ما تخسرش كونتر الإتوال باهي فقط نحب نسأل وهذا سؤال جماهير نجم الساحلي، أسامة عبيد شنو اللي قاعد يصير معاه؟ كان واحد من أهم مفاتيح اللعب الموسم اللي تعدى، كان لاعب حاسم الموسم اللي تعدى، شو اللي صاير معاه اليوم وسام عبيد؟ هو صاير شيء يظل لي وسام عبيد شفنا معني حتى الفان سيزون بتاعه ما كانش موجود في النجم، بتتر مرحلة البلاي اوف كان وسام عبيد أفضل لاعب في النجم الساحلي سورتو لو ميور بيتور مركز أهداف، معناه نصور انه سنة معناه تحس فما اون فاتيك شوية حتى سولو بلان مونتال، وعادي جدا لو ملاعبي معناها يولي عليه ضغط، ولي أسامة عبيد مطالب انه يصنع الانتصار النجم الساحلي، دونك ملاعبي إلي أونكور جون زاد ما نسويش ملاعبي نحكيو على ملاعبي صغير في تونس باش نحكيو على ملاعبي صغير في اوروبا خاطر تفترق تختلف شوي، دونك ساعات لا بريسيون تاثر شوي على ملاعبي، دونك هذاك علاش ما شفناش عبيد نفس أسامة عبيد نتاع معناها نهايه الموسم الفارط، لكن بتتر زاد راهو مع مقابله اليوم وانه كي دخل الى في لا ديفيرونس عمل لا ديفيرونس في النجم ولا بروف معناها حتى الهدف نتاع النجم الساحلي كان اثر توزيع من اسامة عبيد، دونك النجم بالمقابله اليوم يصير له ديكليك ويرجع عبيد اللي عرفناه في الموسم الفارط هذا هو. خليني من بعد شوي نمشيو لعادل زعمول في تقييم لدى الحكام اليوم، اليوم ظاهر انه الناس تخمم في مقابلاتها زاد في الـ في الـ في لي دو كومبيتيسيون تشامبيونز ليغ وكاس الكاف، على ذو اللي شفناه اليوم شنو هي حظوظ كل جمعيه في مقابلاتهم اللي هي على قريب؟ نبدا بك رضا بوراوي ونتحدث مثلا على النادي الافريقي. النادي الافريقي انا نحطه اللي شفته اليوم ومع اللي شفت الفريق نتاع الاثيوبي كلوب افريكان اللي بايت الكلب فيه معني متاكد مليون اسمه نتاعنا اسامه قال 101 انا نقول لك مليون في المليون واضح خاطر لي كاليتي تكنيك نتاعنا ملاعبيه كيما بسام الصرافي كيما راشد العرفاوي هذه اذا ما تربحتش الكلوب افريكان الفريق هذا مش معقول هذا هو شكري. بالنسبه للنجم الساحلي لقى صعوبات في ماتش لالي
كان ينجم يقبل أهداف لكن بصنعة بحنكة خلينا نقوله عرف يخرج ربح من المقابلة ذي. مقابلة الرتور صعيبة برشا ضد فريق قوي منظم كما الفار. صعيبة صحيح، لكن النجم الساحلي زاد عنده خبرة أفريقية يعرف يسافر. النجم الساحلي باش يلقى منافس اللي يحب يربح. داير البارح معني عمل مقابلة كبيرة الجيش الملكي، كان متعادل واحد واحد الدقيقة 90 وبعد سجل زوج أهداف في الوقت الضايع. نتصور إنه الفريق الجيش باش يفاتوتي لو تو بور لو تو باش يلعب الهجوم، دونك باش يخلي مساحات النجم الساحلي. النجم الساحلي شفناه حتى في مقابلة الذهاب وقت اللي بيان اورغانيزي خاصة على مستوى الدفاعي، وقت اللي دافع مليح ويلقى لي سباس سورتو يبدا الجزائري اون فورم مع شماخي مع العبدلي. نتصور ان النجم الساحلي ينجم يخطف هدف اللي يخليه يلعب باكثر راحة. هذا هو هذا تقريبا كل شيء في مقابلة الكلاسيكو اليوم بكري. فما برشا ناس يكتبوا لنا توا هذه كرة تحكيوا عليها، نخرج شنو نقولوا نحن ما نبطلوا اليوم ما نخدموش مع هذاك. هو ذاك المستوى تقريبا قولوا بدينا نحكيوا بدقيقة 60 هذا هو. وبربي الناس تبع فينا ذكرونا ماتش ترى قوي هكا وشوفنا فيه كورة وتسابق ودرا شنو وكذا. هذاك النيفو هذاك النيفو جينيرال مو هذاك هو النيفو اكسبسيون. ساعات يجي ماتش باهي بشوفوا كورة، معناها هذا هو النيفو نتاع الكورة في تونس يا اخي، بالك مختلف ولا حاجة. هاي خلينا نمشيو للي باش يطلع النيفو في كرة القدم التونسية وخاصة التحكيم التونسي عادل زامول بعض اللحظات بالتليفون. ريكاب سبور حيدر الشرني. ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. أهلا وسهلا عادل. أهلا بيك حيدر. أهلا بالأولاد. شوف بالحق معناها باش يطلع النيفو يلزم يطلع النيفو زاد نتاع الدراج. اليوم بالحق اليوم شفت نضال طيف معناها فيرسيون واحدة أخرى فريمون، معناها أن أربيتر معناها كامل اليوم ميليتي إكسيلون. الكونديسيون فيزيك نتاعو كانت أو توب. التعامل نتاعو مع الملاعبيه وهكريتو إليتي فيرم معاهم فمني كان صارم. تعاملوا زاد كيف حتى مع البناك زوز القراءة الجيدة للعب كان يعطي زاد الأفونتاج، وحتى إذا كان فاتت الكرة يعاود يرجع للغلطة مع اللي صارت. وفما كورديناسيون تناسق كبير بينه وبين المساعدين الزوز اللي تبارك الله عليهم، معناها الزوز هذي الكل بالنسبة لي أنا اللي أنا قعدت نتبع بالحق معناها في نزال طيف من اللي طلع نزال طيف فمني كان أربيتر باهي بعد رجع شوية وزي الكل. وتوى اليوم معناها اللي كيفاش طلع في الماتش اليوم هذا يرجع فمني اللي كان معاه ديما معناها أسيستون هوروزمون فمني اللي قدم استقالته ولا قالوه ولا خرج ما نعرفش، كان ديما مأثر عليه بالحق. علاش كنت تتكلم قاعد معناها هو سمح لي العظيم معناها هي من الملول حتى الناس تفهم حتى الناس تفهمنا معناها انت قاعد تقول نضال طيف لقى روحه هكا على خاطر فما مسرح على خاطر فما اسيستون خرج كان يخدم معاه وخرج. تحكي على الملول شي تحكي على الملول شي اي بيان سور بيان سور بيان سور يا اخي عاد لحظه يا عاد يا عاد يا عاد اي نعم. دوبل ديسكور انا ما نحبوش. نهار اللي ايام الملولشي اعلن على نهايه مسيرته كنت معانا انت وقلت هذه خساره وللاسف وكذا معناها يا احنا ما فهمناكش وقتها اش تقصد يا انت خويا كل نهار ونهارو. اللي متاكد منه اللي هو فهم منا شنو نقصد ملوشي فهم منا شنو نقصد. راهو ماناش نحكيه اللي هو فهمني معناه غير سوي ولا واحد عنده شخصية كبيرة برشا يأثر حتى على الاربيتر معناه معناه توك فيش نفهمه كما المرة الأخرى ولا كما اليوم كما المرة الأخرى شوف فما لقطة واحدة معناها صارت في الماتش دقيقة 49 متاع الملاعبي العرفاوي اللي قبل 500 متر ومعناها من سنتر أنا نقعد به معناها في كيفاش يعملوا الريزونمون تاعهم فمني قبل 500 متر ومعناها تصير فوت لافيرتيسمون كان معناها مستحق. تاخذ بعين الاعتبار فمني في الحالات اللي كيما هكا المسافة راهو معناها تعرف معناها المسافة من قبل السونتر ب 500 متر معناها واحتمالية الاحتفاظ بالكرة أو السيطرة عليها شيء برشا تكسر شاسك معناها كانت معناها ورقة صفراء مستحقة وهذاك هو القرار معناها الصحيح. هذا هو دونك شوف فما ميسالش انا معناها ما نحبش ان عمري انا ما نشكي بحتى حد عمري واللي عنده وقت تفرج احنا معناها في موزايك بام يهمناش في التقرير في او شيء في موزايك احنا ما عندنا وقت كي نبداو معناها نعلقوا على حاجه زي راينا
راينا مثالش الناس معناها تقول كلام مش مشكل معناها اللي يعملوا في لي كومونتير ما يقلقش، هو بالعكس هذاك فمني عباد قاعده تتفرج فينا مش فهم مش فهم مشكل، لكن انك معناها تتعدى حدودك وانك معناها توصل تمس من العرض وانك تقلب الجمهور معناها زي الناس تتحمل مسؤوليتها. هو ما يقلقش يا حيدر، هو فهمني شنو اللي صار يا عادل، شنو اللي صار هو السيد الرئيس معناها وجلال قدره معنا ما خلوهش، خلي انا اما مش مشكل، انا اليوم قدمت معناها ذكريات سعيده معناها واحد يدعي انه صحافي اما هو راهو ماهوش صحافي ولا يمتر معناها للصحافه بسيله معناها فما شكيت بصحافي معناها مش صحافي، لا منشكي بصحافي مش مجتمع عادي مواطن عادي، هو يدعي انه صحافي ويدعي ويحط حتى في الوحده نتاعو انه مستشار. يا رسول الله كيفاش مستشار شنو؟ مستشار شنو؟ مستشار رياضي معناه مستشار رياضي فهمني، معناه مش يتعدى حدوده يمس حتى العائلة ويمس العرض فهمني، ألور أو بيان فهمني، معناه العبد ده يقف عند حده. وصلت القضاء الحكاية، وصلت القضاء عادل الحكاية أكيد خليها عند القضاء. أنا فهمني النوع هذا معناها ما نسيبوش، أما باش العباد الأخرين هاني مش على خاطر قلت راني شكيت باش نشكي بالناس، لا يا ناس اللي تسمعوا فينا نحبكم تسبوني كيما تحبوا أنتوما، وخذوا راحتكم وخذوا راحتكم معناها على الأخر. دعوة مفتوحة هكا. شكرا يا عادل، شكرا ليك عادل زهور خبير تحكيم ديما. راه عادل يعمل بينا هكا فراج ما نفهموش يحب يقول بالضبط، ما يبدو أنه رفع قضية بواحد يقول هو يدعي وصحفي على كل هذا عادل زامول، وهذو هما طلعات عادل زامول. كملنا هكا ريكاب سبور، شكرا لكم، شكري زعلان يعطيك صحة، رضا بوراوي شكرا لك، شكرا لسليم كانوا معنا في الخراج، هيثم بدا معنا، نتقابلوا غدوة إن شاء الله نفس التوقيت 6:30 7 ديما على الأولى في تونس موزعيكا فهمها.